أربع دول أجنبية عظمى تتفق على حل مشاكل اليمن وإنهاء الحرب الحالية. فلنشاهد التفاصيل. شدد وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في اليمن، وجدد الوزراء خلال اجتماع لهم في باريس الخميس تأكيد التزامهم الثابت بأمن شركائهم الإقليمين، مؤكدين العمل من أجل تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي. اجتماع افتراضي نظمته باريس، أعرب وزراء كل من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن عزمهم المشترك على العمل على تهدئة التوترات في منطقة الخليج، وشددوا بشكل خاص على ما وصفوه بالحاجة الملحة لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدين التزامهم الراسخ بأمن شركائهم الإقليميين في إشارة للمملكة السعودية. واتفق الوزراء على العمل معا بشكل وثيق لدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لإنهاء الحروب ومعالجة الأزمة الإنسانية، كما أعربوا عن قلقهم إزاء الهجوم الحوثي الأخير على مأرب والضربات التي استهدفت السعودية، داعين الحوثيين وجميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية. كما بحث وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الأمريكي إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وأعلنت بريطانيا أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عبروا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب.